اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري، ولما نقول مطبخ مصري سمع هس للتوابل بتاعته والطعم التاني، وتقدري صوره مفتوحه تقدمي خبرتك الطهويه من خلال كل طبق فيه. معانا النهارده الكوارع. اوعى تقولوا لي مفيش حد بيعرفش يعمل الكوارع، دلوقتي الكوارع بنعملها ونبدع فيها، ولكن مع المغازل لنا واقفه. كوارع وفته انا اخلي الحمص الشامي اللي هو البروتين النباتي يشارك مع البروتين اللي موجود في الكوارع، بما ان هي غنيه بالماده الجيلاتينيه والدهون، فندعمها شويه ببروتين نباتي اللي هو الحمص الشام. فهنعمل النهارده فته الكوارع بالحمص. معانا شويه ملوخيه طازه زي الفل، ورقناهم خرطناهم ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه، بس مع الكوارع سمع هس. هنشوف طشه الكوارع مع الملوخيه هيبقى طعمها ازاي من المطبخ المصري. ومعانا النهارده كمان المفاجاه ورق عنب. ورق عنب باللحمه، ورق عنب بالخضار، ورق عنب بدبس الرمان، يا لينجي على راي اخواننا الشوام، ولكن من المطبخ المصري لازم ياخد الثلاثي المرح. ايه هو الثلاثي المرح يا مغازي؟ كزبره، بقدونس، شبت، دول اساسيين في ورق العنب بتاعنا النهارده، ولكن مش هيرحموا شوربه الكوارع اللي هي هتكون برضو الفليفر والطعم معانا. يعني الكوارع النهارده وشوربه الكوارع، في مثل يقول لك نضرب عصفورين بحجر، ولكن النهارده هنضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، اللي هي الملوخيه وفتت الكوارع والورق العنب. حلقه مميزه من المطبخ المصري، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خط سير الحلقه يمشي ازاي؟ لو عندك شويه كوارع عايزين نعملهم مع بعض، عندنا حله ورق عنب، وعندنا الملوخيه دي اساسي هتتعمل في اخر حاجه. انت خليكي زي في المطبخ وعايزه تعملي الاكل ده النهارده. الكوارع شايفينها على الشاشه، الصوره حلوه مغسوله ومتنظفه زي الفل، وجايبينها من عند جزار نثق فيه كويس، ومعانا التوابل بتاعتنا على الشاشه. اكتبيها ورايا او سجليها بالتليفون، صوريها زي ما انت حابه، ولكن احنا عايزين نكسب كل دقيقه من وقتنا. معانا كوارع، معانا بصل، ثوم، البهارات، ورق لورا، وحبهان، وقرنفل، مستكة، وعندنا طبعا العيش المحمص والرز المصري، واساسي طبعا الفته لازم تاخد خل وبصله وتومه. طيب قبل ما ناخد اتصال، معلش، مهم جدا ان احنا عايزين ننوع عن حاجه. الكوارع لازم علشان تشتغلي فيها لازم تكون عندك متقطعه وجاهزه وتغسليها كويس جدا، لانك لو ما غسلتهاش كويس كل حاجه بتعمليها من الكوارع هتبقى بايظه. الزفاره في الملوخيه هتلاقيها، في ورق العنب هتلاقيها، لو شويه رز مصري سلقاهم بشوربه الكوارع اصبح هنا الاساس مش تمام، كل حاجه هتبقى مش مظبوطه. الكوارع بناخدها بنشوحها على النار، بناخد غلوه صغيره كده وناخد الميه دي نخلص منها، بتبقى الكوارع معانا زي الفل. بنجيب الحله بنحط فيها فص مستكه، طبعا اختصرت الوقت ده، بنحط بوكي جرنين من الجزر والكرفس والبصل والثوم، كل ده زي ما حضراتكم شايفين، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، مع شويه كرفس حلوين كده والفص المستكه، تقوم الكوارع تستوي عندك. امتى تعرف ان الكوارع استوت؟ اول ما بتشوفي ان اللحم بتاعها فصل عن العظم بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. ايه ده؟ ايه الحلقه؟ شوف بص، لا بص، اللحم سايب العظم ونازل اهو، وزن العظم تقيل على اللحم اهو. شفت؟ دي الكوارع استوت، اللهم صل على النبي. زي الفل، نفس ده كمان حته. يا ويلي يا ويلي، دي عايزه بص. ودي كمان اهي اهي اهي، كوارع حلو تمام زي الفل. نفس الكوارع دي ما هتبلناها مع نعم يا استاذه؟ لا خالص ما يتحطش. تعالوا الكوارع زي ما هي كده موجوده على النار، هنسيبها. طبعا هي استوت، هناخدها نخليها ونشوف ازاي نخط سير الشغل مع حضراتكم. هنشيلها من النار كده ونخليها على جنب تبرد، دي اول خطوه. خلاص خلصنا من الكوارع، الشوربه عندي جاهزه، عندي شويه رز هسلقهم بشوربه الكوارع. انا الكوارع خدت منها الشوربه ومحتفظ بشويه شوربه معايا، عاملهم تقال وزن كده على ورق العنب، ومعايا الكوارع هخليها. هخلي الكوارع دلوقتي، بس سامحوني يعني لو ايديا غلطت كده وقعدت اكل شويه كوارع، لان ازاي قلبي الصغير لا يتحمل اقعد اخلي كوارع بالطعم الحلو ده كده. اخليها مع حضراتكم كده علشان اخدها واعمل احلى فتت كوارع مع حضراتكم دلوقتي. كوارع اهيت، ناخد اللحم بتاعها ده كده
بالشكل ده كده، نشيلها خالص يبقى اطلعها من الاستوديو اهي. عيني حبيبي حبيب والديك اهي، ده مهم جدا. اللهم صل على النبي. وناخد الكوارع بالشكل ده كده اهو، اللحم ده نخليه على جنب والعظم على جنب في طبق جانبي كده. معلش مهم جدا، خلي بالك كبار السن، تيتا ماما ضيوفك الحلوين، لازم لما يعرفوا ياكلوا فتة الكوارع من غير عض بتساعديهم على ان هم يحبوا اكلك ويستطعموا اكلك، وده مهم جدا. الجزر المستوي ده والطماطم المستويه تطلع مع الكوارع المخليه، عشان هنعمل دلوقتي كوارع مع التسبيكه. هنحط طاسه على النار، نحط فيها فصين توم حلوين مضروبين في الخلاط، شويه كزبره، شويه هريسه، معلقه طماطم، ونعمل تخديعه حلوه كده للكوارع دي بعد ما خليناها تغلي جواها. يا ويلي دي مش محتاجه، دي بقى ايه، كلها لحمه. اللهم صل على النبي. العظم ده مش عايزه. ناخد الطماطم نعمل التخديعه والصلصه بتاعت الكوارع دي كده. ده حمص، خلي بالكم ده مستوي جاهز، هنستخدمه دلوقتي في الفته. ونمسح البوتاجاز بتاعنا ده كده، وتعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعملها. طاسه زي ديت على النار، الكوبيبه تاني مقاديرها كالاتي: كيلو نص كيلو من اللحمه المفرومه الهبره، ويكون اللحم المفروم ده مش ضاني، يا اما بقري يا اما كندوز حسب الرغبه يعني. حلو، وخالي من الدهون جدا جدا جدا، هبره بيسموها هبره. حلو، ويكون عندنا البرغل بتاعنا مغسول ومنقوع لمده نص ساعه تقريبا. بعد كده بنخلط اللحم مع البرغل مع بصلايه ناعمه مع فص ثوم ناعم، عودين نعناع اخضر حلوين او ورقتين نعناع اخضر او نعناع يابس علشان الشماخه بتاعت البرغل ما تبانش في العجينه، شويه قرفه، شويه كمون، شويه ملح، شويه فلفل، معلقه فلفله حلوه او قرن فلفل احمر حلو اللي هو الاحمر بتاعنا ده، عشان تدي فليفر حلو كده وتست في الكوبيبه. كل ده يتفرموا في الكبه، وبعد كده نمسكها نخليها في التلاجة لمدة نص ساعة، وبعدين كده نعملها أصابع كوبيبة أو نعملها صينية زي ما احنا عايزين. أنت بتعمل إيه يا شيف؟ أنا الكوارع بتاعتنا خليناها بالشكل ده كده، الشوربة بتاعتها موجودة ما فيهاش عظم، معايا طاسة بتسخن على النار، هنحط في الطاسة دي معلقة سمنة للطشة زي الفل كده أهي، علشان هنحط دلوقتي التخديعة بتاعتها أو الصلصة أو التسبيكة بتاعت الكوارع. معانا كمان مكعبين من الزبدة الحلوين دول زي الفل. تسخن الطاسة بتاعتنا، ولكن خلونا بقى نشوف هنقدم الفتة بتاعتنا الحلوة دي ازاي. معانا سيرفيس حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. مهم جدا وانت بتعملي الفتة يكون السيرفيس بتاعك يجمع كل أفراد الأسرة. العيش بتاعنا المتحمص الحلو ده كده موجود معانا، يفضل العيش البلدي. لما تيجي تعملي فتة جيبي عيش بلدي وحمصيه، بيدي طعم حلو في الفتة بالشكل ده كده. يعني العيش الشامي ما ينفع، ينفع بس بيبقى طعمه يعني مش فقير، بيبقى التست بتاعه مش حلو لأنه بيبوش بسرعة، أما العيش البلدي بتبقى روحه طويلة شوية مع شوربة الكوارع. بالشكل ده كده، وخلي بالك بقدر الإمكان ما تحطيش شوربة كتير، عشان أنا دي أبزجة بقى. أنا من الناس اللي يحبوا ياكلوا الفتة يحسوا بطعم العيش وهم بياكلوه، ما يبقاش العيش دايب كده ومعجن. خلي بالك ده الخبز كده جاهز زي الفل، طاسة على النار هنا. ايه الاخبار؟ هو ده التومة فين؟ موجودة معايا. احط مع التومة دي يا عم الشيف شوية كزبرة، حلو، كزبرة شوية، فلفل حلوة، وأنا شغال كده. دي التخديعة لازم يبقى لها طعم سبايسي شوية. الفلفل الأسود المجروش لما يتجرش في الحال على تخديعة على صلصة على تسبيكة، الطعم هنا بيبقى طعم مميز. علل ولماذا؟ لأن كل أنواع التوابل لها زيوت طيارة، حتى الفلفل الأسود بيدينا الطعم. جربي كده تطحني شوية فلفل وقربي منهم كده وأنت بتطحنيهم، تشم ريحة حلوة بالشكل ده كده أهو.
شفت الخلطه ديت اهي زي الفل اهي. حطيت ايه يا شيف تاني؟ تومه، بصلايه، معلقه سمنه، معلقه زبده، حمرتهم كويس. الله على الريحه الحلوه، الله على الريحه الحلوه. هعمل ايه يا شيف؟ واحده واحده لساعه الحسم. هناخد الكوارع بتاعتنا دي كده يا ويلي لغليغو. هو ده هو ده. الله، بقولكش انا يعني قلب الصغير لا يتحمل. شويه الشوربه الحلوين اللي معايا دول كده واسيبهم على النار بقى ياخدوا غلوه. طعمها زي العسل. فص المستكه هنا شامم ريحته لغايه دلوقتي. بس دي غير الطشه. نقلب دول كده مع بعض ونشوف الدنيا كده ايه الحلاوه دي. ادي الكوارع، ادي الكوارع اهي. مش لازم بقى احط عظم وابين ان انا جايب بقى ايه كرعين ثلاثه اربعه وفي الاخر هم معلقتين كوارع. لا خالص، تخليها كده وتهيئها كده، ناكلها بالمعلقه زي الكابوريا المخليه كده. بنجيب 3 4 كيلو كابوريا وفي الاخر نلاقي ايه ربع كيلو كابوريا مخليه من الكميه دي كلها. معانا حمص الشام مسلوق وجاهز زي الفل، مش لازم تسلمه، ممكن تجيب علبه حمص صفيها وخديها غلوه على النار. ادي الحمص الشام اهو بحطه مع الكوارع. اصبح في طاسه على النار قيمتها الغذائيه تحتوي الهرم الغذائي كله، بروتين نباتي، بروتين حيواني اللي هي الكوارع بالدهون بالسمنه، والبروتين النباتي اللي هو الحمص الشام اغلاهم في البقوليات من انتاجه للبروتين النباتي، وقيمته الغذائيه عاليه جدا ومهمه جدا واليافه مهمه جدا. بسيب دي التكتك على النار واتفرج عليها من بعيد كده، رايح جاي ابص لها كده اقول لها فينك يا كوارع. حلو، هنسيب الكوارع على النار، حله الورق العنب على النار، وحله الفته او طبق الفته جاهز. فانا دلوقتي عندي طشه الملوخيه هعملها بعد الفاصل عشان ابدع فيها، وعايز طشه الملوخيه من مزبيره هنا كل العالم يشمها لانها معموله بخلطه مصريه وبحب مصري لكل الساده المشاهدين. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وشكل الكوارع مغري بصراحة يعني. الله يكون في عون الأساتذة المصورين والكل اللي في الكنترول معايا، وأنا كمان شخصيا معها حمص. يعني اللي مش عايز كوارع هيصطاد الحمص. حمص هنا واخد الطشة وشارب شوربة الكوارع وزي الفل. حلو الكلام. جيبوها لنا كده يا شباب، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الحلاوة دي؟ وفيها البوكيه جرنيه بتاعنا، وفيها الجزر، وفيها الكرفس، وفيها البصل، وفيها التوم، وفيها الحب، وفيها الطعم المصري. انا عندي شوربه الكوارع خدتها موجوده معايا في الحله. الكوارع اخبارها ايه؟ زي الفل. معانا رز مصري الطبيعي، فته من غير الرز المصري ملهاش اي شخصيه. انا بقى غير الناس، بحط الرز المصري على الخبزه قبل ما احط الشوربه. ليه بقى؟ وارد الاولاد يتاخروا على ما نتجمع على طبليه واحده، وارد ان نقعد شويه بعد الاكل كده ونستمتع بيه، فانا عايز اشرب الخبز مع الرز من شوربه الكوارع وانا شغال كده. حالا زي الفل. نعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الكوارع بتاعتنا الحلوه، اللهم صل على النبي، ونحطها هنا كده ونشتغل مع بعض. شفت الجو ده كده؟ ناخد شويه شوربه ونحط هنا. ده الطبيعي. حاضر يا فندم. ننزل كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ كوارع مع الحمص. والشوربه تنزل على الخبز واحنا شغالين مع بعض. المدرسة التانية بتقول ايه؟ ان احنا بننزل بالشوربة على العيش وبعدين ننزل بالرز. لا انا عايز ننزل كله مع بعض زي ما انا شغال كده. الف انا وشيفة للي ياكل فتت الكوارع بالحمص. تمام. على شاشة القناة الاولى المطبخ مختلف، كل يوم له طعم تاني مختلف، علشان ان احنا نقدر ننوع السفرة بتاعتنا لاولادنا واسرتنا. رؤية، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.
We'll be right back.